وصل آلاف اليمنيين إلى منفذ طوال بمنطقة حرض التابعة لمحافظة حجة قادمين من السعودية في إطار تطبيق حملة ترحيل المخالفين لقانون العمل في المملكة. ويفرض قانون العمل السعودي شرط عمل الوافدين لدى الكفلاء فقط وبالمهن المحددة بعقود العمل. ويعمل أكثر من مليون عامل يمني في المملكة، ويتوقع أن يتأثر الاقتصاد اليمني جراء عملية الترحيل بشكل كبير. وقال عدد من المرحلين أنهم يواجهون ظروفا صعبة أثناء عملية الترحيل بسبب بقائهم أحيانا داخل بعض السجون.